الظاهرة radiographic بس دي ما هياش حاجة anatomy، دي حاجة بتشوفها في radiographs اسمها cervical burnout. يعني ايه cervical burnout؟ اكيد cervical area اتحرقت صح من اسمها كده، cervical area حصل لها burn. يعني ايه اتحرقت؟ يعني مسودة. ليه؟ قال لك ميزيال ميستل للسنان تلاقي ديفيوز ريديوسس كده، ميزيال ميستل للسنة ما بين مين ومين؟ ما بين السمنت والانامل جونكشن والليفل اوف ذا الفالر بون على الروت بتاع السن. دي جت من ايه؟ قال لك بص بقى، هي دي له سببين، دي ظاهره كده بتتبان في الافلام بس هي مش نورمال موجود في الاورال كافيتس. ايه الظاهره دي؟ بتقول لك ايه؟ تقول لك انه الليفل بتاع الافلر بون بتاعك فين؟ على بعد 1.5 ل 2 ملم السمنت والانامل جونكشن. يعني انا عندي فوق انامل ريديوبيك قوي وعندي تحت بون ريديوبيك، والحته دي من الروت فيها دنتين وسمنت. مين اللي هيعمل ابزوربشن اكثر الاكس راي؟ الانامل هيعمل اتنويشن او ابزوربشن، والبون هيعمل اتنويشن ابزوربشن، لكن الدنتين والسمنت مش هيعرفوا يعملوا ابزوربشن قوي، فهيبقى ايه؟ مور ريديوسف عن فوق وتحت. ده سبب. يبقى السبب عباره عن ايه؟ اول سبب ديكريز ابزوربشن للاكس راي، دي اول نقطه. وتاني نقطه هي ايه؟ اوبتيك اليوجن في الحقيقه. انت لما تشوف حاجه بيضاء قوي بحاجه بيضاء قوي هيتهيأ لك ان الديستنس ما بينهم مسودة أكتر. This is the point. The optic illusion differences. The differences في contrast ما بين ال upper وال space gap وال lower radio peak أو ال radio opacity اللي فوق وال radio lucency وال radio opacity الثانية هتأكسنتويت إحساسك بال radio lucency. فهي مسألتين. ال contrast ال differences في contrast ما بين ال structures نفسهم وال X-ray absorption. أدي المنظر أهو. تعالوا نشوف هنا فوق، حد شايفها؟ هنا في ايه؟ انامل اهو وريديوسنت اريا على الروت وبعدين الليفل بتاع الروت. موجوده فين تاني؟ اهي انامل وبون وهنا في ريديوسنت اريا. تمام، طب احنا ممكن نفتكره ايه؟ كارز. قال لك ممكن نفتكره روت كارز عادي خالص على فكره. طب اعرف منين اذا كانت سيرفايكال بيرن اوت ولا روت كارز؟ قال لك امشي مع الاوتلاين. ركز كده وامشي مع الاوتلاين بتاع السنه بتاعك مثل الاكسترنال اوتلاين. لو لقيت كونتينوس زي هنا this is cervical burnout. انا عندي كونتينوس اوتلاين. لو لقيته interrupted اوتلاين this is scarce، لان الكارس كان توتال لوس اوف توس ستراكشر. تمام؟ نبتدي. احنا اتفقنا بقى ان احنا عندنا الاناتوميك لاند ماركس بتاعتي كلها هي حاجات ريديوسنت وحاجات ريديوبيك. الحاجات الريديوبيك او الترمينولوجيز اللي هنستخدمها ديورنج ما احنا شغالين هما دول بيوضحوا بروميننسز من البون. ايه البروميننسز اللي عندنا من البون؟ الحاجات البوني اللي بتبقى كلها ريدي اوبيك بقى في عرفنا وفي شرحنا جايين. واحد بروسس. يعني ايه بروسس؟ دي مارك بروجكشن للبون. بروجكشن مارك يعني انا هلاقي بون ماشيه وحته جزء طالع منها وجزء طالع من بون من ناحيه ثانيه. مارك بروجكشن للبون ده زي مين؟ مين دي؟ كورونايل بروسس قدامنا. ومين دي؟ كوندايلر بروسس قدامنا. يبقى كوندايلر بروسس، كوندايلر دي بيطلق عليها كوندايلر بروسس، والكورونايل بيطلق عليها كورونايل بروسس. مارك بروجكشن للبون. طب تاني حاجه عندي ريدج. ايه هي ريدج بقى؟ قال لك دي لينير بروجكشن للبون. لينير بروميننس. لينير يعني ايه؟ مش ستريت لاين. تمام؟ حلو قوي. اللينير بروجكشن اوف بون ده بنسميه دي بتبان لك ريديوبيك ريديوجرافس. ودي بتسيرف كمصل اتاتشمنت. تالت حاجه عندي سباين شوكه. ثور لايف يعني شوكه. شارب ثور لايف بروجكشن من البون. الاكزامبل بتاعنا ايه؟ كلنا نحط ايدينا هنا كده قد انفيري اسبكت اوف نوز، هنلاقي عظمه مصاب كده. العظمه الصغنونه دي ذيس از ذا انتيريور نيزل سباين. ودي بتبقى بنشوفها في الريديوجرافس بتاعتنا في ريديوجرافس بتاعت الابر انتيريورز. وانت بتصور ده الابر انتيريورز تطلع لك العظمه دي. سباين. تيوبروسيتي. تيوبروسيتي يعني ايه؟ يعني راوند بروجكشن من البون. زي مين؟ ماكسيلري تيوبروسيتي. راوند بروجكشن من البون. ماكسيلري ايه؟ تيوبروسيتي. ساعات بقى العظم يبقى فيه نوديولز كده. نوديولز لا هي ريتش لا هي لينير زي دي. تمام؟ ولا هي بروجكشن او بروميننس من البون. ولا هي سباين بس شويه نوديولز راوند نوديولز بنسميها ايه؟ تيوبركولز. تيوبركولز.
في بعض الكافيتيز اللي موجوده في جسمنا زي النيزل كافيتي بيبقى في بارتيشن كده، جبت بارتيشن وقسمت الكافيتي ده بقى اثنين يمين وشمال. This is septum. الاكزامبل بتاعي نيزل septum. يبقى انا عندي نيزل كافيتي ده كله كافيتي واحد اتقسم نصين بالبارتيشن ده. This is the nasal septum. طب بالنسبه للسبيسز بقى، احنا ارتفعنا سبيس او ديبريشن، يعني ايه ديبريشن؟ هنشوف اي سبيس بقى ولا كانال ولا كافيتي ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها ريديوز. زي مين؟ اول حاجه عندي كانال. اشهر مثال للكانال المانديبلر كانال، اللي ماشيه فين؟ ماشيه في المانديبل. الانترنس بتاعها منين؟ من المانديبلر فورم. تخرج منين؟ او بارت منها يخرج من المانديبلر فورم وبارت يكمل انتير. يبقى انا عندي مانديبلر كانال، دي عباره عن ايه؟ دي تيوب لايك باسج ثرو بول. تيوب لايك باسج، حاجه عامله زي تيوب سيلندريكال كده ماشيه جوه البول. الفورامينا دي بقى هي مين؟ الابنكس بقى اللي بتخرج منها النيرز والفاسلز او بتدخل جواها في الكانال اكوردنج. يبقى الاشهر واحد عندي اللي بيبان في البريبيكال ريتوجرافس بتاع اللور بريمور منتال فورم. نيجي الفصة، فاكرين الفصة عاملة ايه؟ ده كان ريتش مش كده؟ لقيت انا طالما في مطب تحته الاقي ايه بقى؟ في مطب تحته الاقي ديبريشن. هذا الديبريشن بنسميه فصة. الديبريشن ده سميناه فصة. الفصة هنا بالتحديد المكان ده مكان السب مانديبلر سليبري جلاند. الفصه دي قاعده فيها مين؟ مريحه عليها مين؟ سب مانديبلر سليبري جلاند. نسميها سب مانديبلر سليبري جلاند فصه. يبقى دي عباره عن فصه. يعني ايه؟ يعني ديبريشن ان بون. ساينس ده كافيتي بقى، ده سبيس او كافيتي جوه البون زي الباراليزال ساينس اللي حضرتك عارفها. نيجي للسوتشر. ايه قصه السوتشر؟ ده بيبان الديوس. اي سوتشر يبان الديوس، ده التقاء العظمتين. اي تو ادجيسنت بونز بيلتقوا او بيقربوا من بعض بسوتش. تمام كده؟ طب هو اي عضلتين اساسا بيلتقوا ببعض بسوتش ولا بجوينت؟ جوينت. هو مفصل، اي عضلتين في مفصل ما بينهم. تمام؟ المفصل لما يبقى موفبل ده قضيه اخرى، لكن السوتش بتاعي هو التقاء عضلتين ولكنه اموفبل جوينت، ما بيتحركش. اموفبل جوينت، ذيس از ذا سوتش. يبقى السوتشر ده immovable joint between two adjacent bones. اشهر واحد حضراتكم هتشوفوه مين ده؟ قال لك الماكسيلري بون هما جزئين والتقوا مع بعض في النص السوتشر. سمينا السوتشر ده intermaxillary سوتشر. intermaxillary ده بين two maxillary bones. intermaxillary سوتشر. نبدا ناخد بقى الماكسيلا والمانتل وكل اللاند ماركس في كل مكان فيه. عشان اعرف انا فين، بصوا بقى، هو اللاند ماركس متقسمه عندك ريديولوسنسز، ريديولوسنت لاند ماركس، وريديوبيك لاند ماركس ريليتد لكل ريجن اللي احنا بنصوره. انا هقولهم على بعض دلوقتي. هتلاقوني بشرحهم على بعض كلهم عشان تبقى فاهم انت ماشي بتعدي بايه؟ ايه الاستراكشرز اللي حضرتك بتعدي عليه؟ هو احنا قسمنا الاورال كافيتي لايه في التصوير؟ صورنا انتيريور، صورنا كناي او انسايزز بمعنى اصح، صورنا كناي، بنصور بريمورز ونصور مورز. يعني كل ارش متقسم لاربع اجزاء. احنا هناخد الاربع اجزاء دول وكل جزء ايه الاستراكشرز اللي بتبان فيها او ايه اللاند ماركس اللي بتبان فيها. الماكسيلري انسايزر ريجن، تعالوا بقى ناخد كده. من قدام في الليبيال اسبيكت هتلاقي مين؟ مش هو البوينت اوف انتري تيب اوف ذا نوز؟ يبقى انت هتعدي على مين؟ تيب اوف ذا نوز شخصيا، وبعدها هتلاقي النيزل كافيتي. مظبوط؟ يبقى هتلاقي النيزل كافيتي وهتلاقي النيزل سيبتم والسباين الانتيريور نيزل سباين، وهتشوف الفلور بتاع النيزل كافيتي، وتشوف السوتشر ده اللي احنا سميناه ايه؟ انتر ماكسيلري سوتشر. الكونتينويشن بتاعه جوه على البالت ميديال بالاتال سوتشر، هو نفس الانتر ماكسيلري سوتشر بيكمل جوه على البالت يبقى ميديال بالاتال سوتشر. انا بشوف طفل قدام اهو، وبعدين طول ما الاكس راي ماشيه بقى ماشيه بتعدي على ده الميديال بالاتال سوتشر وتشوف مين ده بقى؟ مين ده؟ الانسايزف فورامين. الانسايزف فورامين ده جواه كمان فورامينا ثانيه اسمها سوبيريور فورامينا نسبر تانك، اللي هو الانسايزف فورامين ده بتاع مين؟ هو الاوبننج بتاع الكنال واصله ما بين النوز وما بين الفلات اسمها نيزو فلاتاين داكت. النيزو فلاتاين داكت دي هي داكت واحده؟ لا، هو واحده يمين وواحده شمال. تمام؟ بيفتحوا مع بعض على الانسايزف فورامين. ليهم فورامينا موجوده فين؟ موجوده في النوز. ساعات انت لو جيت علمت الزاويه بتاعتك او تشوف الفرامنا اللي عند النص يبقى عرفت احنا بنعدي على ايه؟ قلت
تلات كده بكونكي اسمهم ايه؟ سوبيريور كونكي. مين الكونكي؟ انفيريور. انت هتشوف مين؟ الانفيريور. هتشوف الانفيريور كونكي. دي ريتيروسوم كارديوبيك. ريتيروبيك. تعالوا نبص بقى كده بالراحه. الايسايز فورم هيبقى جيوغرافيكالي عامل ازاي؟ هيبقى راوندد او اوفل. ريديوسنسي بتوين ذا تو سنترال انسايزز. تمام؟ وفي نصه هتلاقي مين ماشي؟ الميتر فلاتان سوتش. شايفين المنظر ده؟ هو المنظر ده النيزل كافيتي. انا جيت بصيت من جوه النيزل كافيتي عشان اشوف السوبيريور فورامينا بتاعت مين؟ بتاعت النيزو فلاتان كانات. فين هما بقى اهو؟ حد شافهم؟ لازم اطلع من فوق او يبقى امتى يبانوا؟ لما يبقى فيه exaggerated or excessive vertical angulation. دول يبانوا قوي. Two rounded reducences فين؟ above the apices of the two central incisors. نيجي للانتر ماكسيلري سوتشر، ما احنا قلناها قبل كده اهو، الانتر ماكسيلري سوتشر عباره عن reduced line بقى. الفورامين كان reduced ايه؟ over reducency rounded او over reducency. لكن السوتشر خط لاين لينير ريتيروسس ما بين التو سنترال انسايزرز. النيزل كافيتي هيبان معانا نفس المنظر اهو. ادي النيزل كافيتي بنسميه نيزل فصي. فصي جمع فصه، واحده يمين واحده شمال. نيزل فصي شكلها دبليو شيب، عامله زي حرف الدبليو كده. دبليو شيب ريتيروسسي. دبليو شيب ريتيروسسي سيبريتد بمين؟ بلينير ريدي اوباسيتي او فيرتيكال ريدي اوباسيتي اللي سميناها ايه؟ نيزل سيبتم. تمام. انزلي بعد السيبتم كده هتلاقي في حاجه عامله زي حرف السبعه بالعربي، هنشوفها اوضح في فيلم تاني، عامله زي السبعه بالعربي. This is the anterior nasal spot. دي اخر حته في النيزل سيبتم. دكتور بس الحاجات دي المفروض ما تبانش صح؟ سوري الحاجات دي المفروض ما تبانش، يعني المفروض ما تبانش في الاكسبيرينس. لا ده المفروض. انا عايزه بس اقول معلومه صغننه. هو انا ليه ما بجيبش فيلم واحد واشرح عليه كل حاجه؟ ما بجيبش فيلم جيوغراف واحد واشرح عليه كل حاجه، عشان مش دايما كل حاجه بتبان في كل الافلام. This is the point. عشان كده انا بجيب لك الريديوجراف الاكثر يوضح النقطه اللي انا هتكلم فيه. يعني هنا ده الريديوجراف يوضح لي نزل كام سي حلو قوي، نزل فوسي كويس قوي، نزل ست كويس قوي. تيجي الريديوجراف غيره هيبين لك الاثير نزل كويس قوي. في فصه كمان، احنا قلنا كان فصه كده، قلنا نزل فصي وقلنا السما دي بتسمي كده فصه زمان كده. وفي فصه كمان اهي في الابر. مين الفصه اللي في الابر؟ قال لك لاترال فص. ايه اللاترال فصه دي بقى؟ قال لك دي عباره عن فصه. انا عندي الكناين عامل حاجه اسمها كناين امينس، واحنا قلنا كل مطب بيبقى تحته ايه؟ ديبريشن. المطب بتاع الكناين ده تحته ديبريشن، سميناه اللاترال فصه اللي هي ما بين اللاترال انسايزر وبين الكنان، ما بين اللاترال والكنان فصه هنا اهي. بتبان ايه؟ ديفيوز ريتيروسس ما بين اللاترال والكنان او سيراوندنج مين؟ سيراوندنج اللاترال انسايزر. ادي الاتير نزل سبايل اللي كنا بنسال عليها اهي، شكلها ايه؟ في شيب ريتيروسس. ولو انت ساعات بقى تبقى اكسنتويتد قوي باينه انها ايه؟ 7 في 8، يعني تديك شكل الدايموند. حد متخيل؟ يا اما في يا اما دايم لما تبقى اكسنتويتد قوي. يبقى في شيب اور دايم شيب ريديو اوباسيتي بعيد عن الادلر فيست بحوالي 2 سم، او تقدر تقول انها ما بين برضه تو سنترال انسايزر وبين الابيسيز اوف ذا تو سنترال انسايزر. اكستندد ابورد منها النزل ست. طب هو مين الريديو اوباسيتي دول؟ في خطين ريديو اوباسيتي اكستندد برضه من الانتيريور نزل سباين باك. دي الفلور بتاعت النيزل كافيتي. بصوا بقى، اي كنال، اي كافيتي، اي ساينس في الدنيا، اي حاجه من دول بيبقى ليها بوردرز. هي نفسها ريديولوس، البوردرز بتاعتها ريديوبيك. يعني هنا النيزل كافيتي نفسه ريديولوس لانه كافيتي، البوردرز بتاعته مالها؟ ريديوبيك. تمام؟ زي المكسيري ساينس، هو نفسه ريديولوس، البوردرز بتاعته ريديوبيك. مانديبر كانال هي نفسها ريديولوس، البوردرز بتاعتها ريديوبيك. ودي كده ده موضح قوي النزل سيبتم والنزل كونكي. هو مين دي؟ ايه مكان النزل نفسها. قالت لك مش احنا واحنا بنصور اساسا البوردرز
الفلور بليز الفصحى باينه جدا اهي هنا كونكي اهو ده الشادو اوف ذا نوز باين جدا نراجع مع بعض بقى ها لو انا شاورت هنا مين دول هيبان ايه؟ المكسلة هنا
نوتش سميناه هاميلر نوتش. سميناه ايه؟ هاميلر نوتش. نازل من النوتش ده بروسس من البون، عامله زي الهوك كده زي الهيد، بروسس من البون سميناها هاميلر بروسس. تمام كده؟ هنشوف ايه كمان؟ قال لك هنا فاكرين لما قلنا في التصوير في عظمه هنا بتعاكسني وبتبقى سوبر امبوزد على الروس اوف ديز، قلنا دي الزيجوماتيك بون. تعالوا نتفرج عليها، دي الماكسيلا ودي الزيجوماتيك بون، ما بينهما سوتشر اهو، صح كده؟ اي عظمه بتلتقي بالثانيه ببروسس، يبقى دي البروسس بتاعت مين؟ دي ماكسيلاري بروسس مش كده؟ سوري دي ماكسيلاري بون، يبقى البروسس دي بتاعت الماكسيلا. أنه بروسس للمجزلة، المجزلة بتلتقي مع الفرونتال بون وبتلتقي مع الزيجوماتيك بون، دي أنه بروسس هنسميها زيجوماتيك عشان قريبة من زيجوماتيك بون، زيجوماتيك بروسس أوف مجزلة. ماشي كده؟ يبقى أنا في عظمية هنا بتقابلني دنس بون تخينة كده اسمها زيجوماتيك بروسس أوف مجزلة. والزيجوماتيك بون كمان بتبان لو أنت دخلت البوستيريور حتى تلاقي معاك بالك الزيجوماتيك بون. يبقى يبان لي حاجتين تاني زي جوماتيك بروسس والماكسيلا ريتروفيك، وبعدين وهي طالعه على ورا تلاقي زي جوماتيك بون او المالر بون عضه الخد او التشيك بون. تعالوا نشوف الكلام ده يبان ازاي. هنا فوق المولرز انا شايف حاجتين بس، شايفين ايه ده؟ ماكسيلاري سانس. ومين ده؟ فلور ماكسيلاري سانس اللي هي اليوفورم وايت اللي احنا اتكلمنا عليه. طب ودي مين؟ يو شيب، هي فيري دنس يوش. بصوا تخينة ازاي؟ في فرق بينها وبين الانفيريور بوردر بتاع الساينس، صح؟ تخينة قوي. يبقى هي دنس، دنس يو شيب ريدي اوباسيتي. تمام؟ فين؟ أباف ذا ابيسيز، أباف ذا ابيسيز وأبر مولرز. يو شيب. ولو دخلت على دي مين؟ زي جواتك بروسس اوف ماكسيلا. على ورا طب وهي راجعة على ورا بتدايفرج، بيبقى شكلها فان شيب. ودي بتبقى مين؟ زي جواتك ايه؟ بون نفسها، لا البروسس اهي. البون هي اللي شكلها عامل زي الفام، اهي. البروسس هي دي. البون هي اللي بتبتدي توسع على ورا عامله زي الفام. ماشي كده؟ زي جوماتيك بروسس وماكسيلا، ودي المالر بون او زي جوماتيك بون. مين دي؟ تيبروست. مين دي؟ لا الهاميلر، لا ده الهاميلر نوتش. طب دي؟ لا دي النوتش، والمفروض البروسس تنزل من النوتش بتاعها. طب مين العظمه اللي بعد المجزله دي؟ بصي العظمه اللي بعد اللاترال فولفيت، اللي هي العظمه دي، العظمه دي اللاترال فولفيت، خلصت المجزله تبتدي عظمه جديده اللاترال فولفيت. طيب هاميلر نوتش.